السلام عليكم، أخوكم أسامة مطر من دردشات إلكترونية. حنبرمج السمارت بلاج اللي هو القابس الذكي، وإن شاء الله نعرف كيف بتم ضبطه. راح أركب السمارت بلاج في البريز الخاص وأشبك له لمبة، وبعدين حأشبك الكهرباء. طبعا أول ما شبكنا الكهرباء تجيني الشاشة الترحيبية اللي هي بتحتوي على موديل الجهاز، وهنا بيظهر عندي اللي هو وقت التأخير الديلي تايم. طبعا هو بدأ من 20، وصل 9 8 7. طبعا لما يوصل الصفر المفترض ان اللمبة تطفي. هاي وصل الصفر واللمبة ضوت، وبدأ يقيس لي جهد المصدر اللي هو 218 فولت. طبعا حطيت كابتن، راح اضغط على الريسيت علشان اشوف الديفولت بتاعت المصدر. ايوه انا بكتب لي ديفولت اللي هي الاعدادات المسبقه، الهاي على حسب ما هو مضبوط من المصنع اللي هو 250 فولت، اللو على حسب ضبط المصنع 170 75 فولت، الديلي تايم وقت التاخير اللي هو 20 ثانيه. وبعدين الجهاز حيعطيني شاشه الترحيب اللي هي الموديل بتاعه، بعدين بتعود الشاشه طاقه طويله على 6 فاضبط الضبط اللي انا عايزه على مزاجي. الهاي طبعا كان 250، انا نزلته على 230، ممكن اعود ارفعه اشوف الحدود تبعته القصوى قديش، 270 كويس. انا بدي اياه 270، انا بدي اياه بس لحد 230، يعني على المينيمم بتاعه. كبسه ثانيه خفيفه على الست بيعطيني اللو هنا عم محطوط 175، لو نزلته على الاخر حينزل لغايه 140، لو رفعته على الاخر حيوصل ل 210 فولت، لكن انا بدي اشي على ال 200، بدي على 210، انا بدي اياه بس لحد 250، بدي انزل شويه ل 250، وبضغط مرة ثانية على الست علشان اضبط زمن التأخير. زمن التأخير طبعا هي الحد الأدنى بتاعه 5 ثواني، والحد الأقصى بوصل ل 999 ثانية. طبعا أنا صبعت الفيديو شوية علشان خاطر أختصر في الوقت، لأنه 999 ثانية أكثر من 16 دقيقة ونص أكثر، وهذا زمن طويل يمكن يكون بيلزم لحد هذا الزمن. أنا صراحة مش عارف بس اكيد ما دام الشركه حطت هذا الوقت يبقى اكيد انه في ناس بيلزمهم زمن تاخير يكون اكثر من ربع ساعه. وصل طبعا هو للحد الاقصى، الان بعرض الى الحد الادنى. انا بعتبر ان الحد الادنى 5 ثواني بالنسبه لي ولشغلي انا كافي جدا. لقيت انا ضبطت كل الاعدادات، بعود بضغط على الست كمان مره عشان اتاكد من الاعدادات اللي انا عملتها. وهي اخر مره على الهاي كانت 230 فولت. بهيك الجهاز طبعا هيعمل لي سيف يعني حفظ، ورجعني للجهد تبع المصدر. انا حافصل الجهاز الان من الكهرباء واعود اشبكه ثاني. اعطاني شاشه الترحيب، اعطاني زمن التاخير 5، الامور ماشيه تمام التمام معي. خلاص الجهاز الان جاهز للاستخدام واعطاني الجهد بتاعه. طبعا اللي قدم لكم هذا العرض اخوكم اسامه ابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء إن شاء الله.